هنا بقى في الاتجاه القانوني. مها انت متابعه القضيه من اول لحظه مش كده؟ لا، من الاستئناف. من الاستئناف. طب قولي لنا الخط القانوني بتاعها بدا ازاي ووصل لحد فين؟ طيب خلينا بس نقول الاول يا دكتور محمد انه انا بشكر سماح على شجاعتها، لانه حاله دياله مش حاله واحده، يعني سماح في الاخر صحفيه ومثقفه وعندها بعض من المال تقدر ان هي تمشي لوحدها في الحياة بالبنت وتقدر ان هي تدافع عن حقها بشكل قانوني. عندنا عشرات الالاف من حالة ديالة مش قادرين يثبتوا حق ابنائهم، يعني اللي وصل للمحاكم مش اقل من يعني خلينا نقول عشرات الالاف، 17000 حالة يمكن سنويا. يعني لما قضايا اثبات نسب. اثبات نسب. وفي منهم كتير ما وصلش المحكمة لانه خايف من المحيط اللي هو فيه. يعني لكن مبدئيا اللي وصل اللي بيوصل المحكمة سنويا حوالي 17000 قضية اثبات نسب. بالظبط تقريبا، لكن اللي ما وصلش كمان عدد اكبر من ده بكتير. ولو احنا اي دار ايتام او اي مؤسسة يعني هنشوف الاطفال دول بعينينا، ما هم دول ليهم اب وام بالمناسبة. ليه وصلوا هنا؟ لان ما لقوش حد يدافع عن حقهم ان هم يبقى عندهم شهاده ميلاد. ولذلك انا بشكر شجاعه سماح، واي ام بتدافع عن حق اولادها في ان هو يكون مواطن في المجتمع، وان احنا لابد كلنا كمجتمع، دي يعني مسؤوليه مجتمعيه ان احنا ندافع عن حق المواطنه. ان في النهايه دياله دي مواطن مصري، فلابد ان يكون له حق في هذا المجتمع. ومن هنا بتكلم فيه انه مش ما يجبش ان سماح ترفع قضيه هي وكل اللي زيها اثبات نسب، لكن كان على الاب هو اللي يرفع انكار النسب. ولابد من تعديل القانون في هذه الجزئيه، انه اذا في ام شايله رضيعها هي اللي تثبت الام هذا الرضيع بشهاده ميلاد ويكون مواطن موجود في المجتمع، والاب اللي شايف ان هو المفروض ينكر في خلال سنه من تاريخ العلم من حقه ان هو ينكر، لكن الطرف الثالث اللي هو الطفل اللي ملك المجتمع واللي هو مستقبلنا يبقى عنده شهاده ميلاد كمواطن مصري يقدر يتابع بيها كل حقوقه من اول يعني التطعيم. يعني هي الام اللي بتطالبي بيه في القانون يبقى في هذا الرضيع، فهي بتسجله باسم اللي هي قالت ان اللي هو الاب. اللي قالت ان هو الاب. بالظبط. وبعدين هو من ينكر العلاقه. بالزبط. مش هي اللي تثبت. بالظبط كده. هو اللي يروح يرفع انكار النسب، لكن ما يصحش تبقى الام شايله الطفل على دراعها وهو عمال يعيط او في حاله زي ما سماح بتقول وفاتحه بطنها ولسه طالعه من ولاده، وهي اللي بتجري ان هي تثبته عشان بعد كده تطعمه. يعني ما دي مسؤوليه مين يا جماعه؟